السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جميع التلاميذ محبين قناة زوكومينيك تي في. معكم يوسف دلال. هذا الفيديو خاص بثبات التلاميذ السادسة ابتدائي المقبلين إن شاء الله لاجتياز الامتحانات المحلية التي سوف تجرى إن شاء الله في الأسبوع المقبل. إذن إليكم هذا الفيديو الذي يوضح بعض المسائل اللي ممكن طرح في الامتحان المحلي، وان شاء الله تلقى الرضا ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم يوسف دلال خلال الشاشه المتميزه جوكا من اكسيبي. ترحب جميع التلاميذ السادسه ابتدائي خاصه المقبلين على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم يوسف دلال خلال الشاشه المتميزه جوكا من اكسيبي. تحية طيبة إلى جميع التلاميذ السادسة ابتدائي. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح في هذه الامتحانات المحلية التي سوف تجرى في الأسبوع المقبل. من هذا الفيديو خاص بكم أنتم أيها التلاميذ الأعزاء السادسة ابتدائي لحل بعض المسائل اللي ممكن تلقاوها في الامتحانات المحلية. إليكم بعض المسائل. إذن اختارتكم المسألة الأولى، إذن انتبهوا جيدا كيفية حل هذه المسألة وحفظ بعض قواعد. إذن المسألة الأولى، وهذا الشيء خاصة بكم أيها التلاميذ الأعزاء، إذن في المسألة الأولى المطلوب منكم حقل، إذن حقل مستطيل الشكل محيطه تقريبا 420 متر، إذن حقل مستطيل الشكل محيطه 420 متر. إذا كان طوله يزيد عن عرضه ب 30 متر، انتبه إذا كان طوله يزيد عن عرضه ب 30 متر فاحسب. المطلوب هو حساب فاحسب بعديه طول والعرض ب 2 متر، ثم أولا ثانيا حساب مساحة الحقل بالمتر مربع. الحقل مستطيل الشكل محيطه 420 متر، إذا كان طوله يزيد عن عرضه ب 30 متر فاحسب بعديه طول وعرض بالديكامتر، ثم حساب مساحة الحقل بالمتر كوب بالمتر مربع.
إذن سوف أعيد المسألة. إذن حقل مستطيل الشكل محيطه 420 متر، إذا كان طوله يزيد عن عرضه ب30 متر فاحسب بعديه الطول والعرض بالديكامتر، ثم حساب مساحة الحقل بالمتر كيوب. إذن لحل هذه المسألة نحل شنو؟ لدينا حقل مثلا مستطيل الشكل محيطه 400 يساوي تقريبا 420 متر، إذا كان طول هذا ال يزيد عن عرضه 30 متر هو العرض، إذا كان الطول هذا يزيد عن العرض ديالو، إذا كان الطول بحال الشكل هذا يزيد عن عرضه تقريبا 30 متر، إذا الفرق بينهم هو 30 متر. إذن إليكم الحل، راقبوا جيدا. هنا مستطيل حقل على شكل مستطيل، معروف بأن المحيط ديالو تقريبا 420 متر، وأن الطول ديالو يزيد عن عرضه ب 30 متر، من الطول يساوي العرض زائد 30 متر. إذن أول حاجة هي القاعدة، الطول زائد المحيط زائد المستطيل، الطول زائد العرض في 2 يساوي 420. إذا انطلقوا منين؟ طول زائد العرض في 2 يساوي 420. إذا للحصول على الطول زائد العرض فقط يجب أن نقسم هذا 420 أو المحيط على 2. 420 خصولها بتقسم على 2 باش نحصلوا على الطول زائد العرض. الهم الهدف ديالنا هو حساب طول العرض بعدي ديال هذا الحقل المستطيل الشكل. إذا 420 نقسمنا على 2 تعطينا 210 متر. إذا الطول زائد العرض يشتركان في 210 متر. خصنا نعرفو الحساب ديال العرض والحساب ديال الطول. هنا خصنا نرجعو للمسألة الأولى، معناها الطول تساوي العرض زائد 30 متر، ونعوض نقوم بتعويض الطول بدلالة العرض. هذا هو السر ديال المسألة، الطول تساوي العرض زائد 30 متر، معناها يمكننا أن نعوض الطول بالصيغة التالية، العرض زائد 30 متر، عوض ما نكسبو الطول نكسبو العرض زائد 30 متر زائد عرض يساوي 210. إذن العرض لدينا هنا 2 عرض بلس عرض 30 متر. إذن 30 متر هو القياس الفرق ما بين طول والعرض. إذن لحساب العرض يجب التخلص من هذا الفرق ديال 30 متر. إذن عرض يساوي لأن عرض زائد عرض يساوي 210 ناقص 30 متر. إذا 210 ناقص 30 متر 210 ناقص 30 13 ناقص 3 يساوي 8
تساوي 180، 180 عرض في 2. إذن لحصول على عرض يجب أن نقسم 180 على 2، نحصل على 90 متر. 90 متر هو العرض. إذن 90 متر هو تمثل لي العرض. إذن سوف أعيد. إذن الشكل الذي تشوفوه هو مستطيل حقل على شكل مستطيل، المحيط ديالو تقريبا 420، وقال لنا في المسألة الطول يزيد على العرض ب 30 متر، والطول يساوي معنى الطول يساوي العرض زائد 30 متر. إذن هذه خصنا لابد نستغلوها في المعطيات. الطول يساوي العرض زائد 30 متر. القاعدة تقول بأن المحيط ديال المستطيل هو الطول زائد العرض في 2 يساوي 420، 420 يمثل المحيط. إذا للتخلص من 2 يجب القسم على هذا المحيط على 2 لكي نحصل فقط على الطول زائد العرض. والطول زائد العرض يساوي 210، ولكن ما هو قياس الطول؟ ما هو قياس العرض؟ هذه المسألة. إذا سوف نعوض الطول بهذا الصيغة هذه، العرض زائد 30 متر. إذن عرض زائد 30 متر زائد عرض يساوي 210. إذن للتخلص من هذا الفرق ما بين الطول والعرض للحصول على العرض ديال المستطيل يجب أن نقوم بعملية ناقص. 210 ناقص 30 تعطينا 180. إذن لدينا هنا عرض زائد عرض، من عرض في 2 يساوي 180. إذن عرض واحد شحال يساوي؟ إذن بديهيا 180 مقسوم على 2 يساوي 90. إذن العرض يساوي 90 مترا. حساب العرض هو 90 مترا. حساب الطول ناخذ هذيك، ناخذ تقريبا 210، 180 الطول زائد العرض فين الطول زائد العرض 210، ناخذ 210 ونقسم منها 90. 110 ناقص 90، العملية بسيطة. 110 ناقص 90 11 ناقص 9 تساوي 120. يعني 120 زائد 90 في 2، 120 زائد 90 10 في 2 هي 420 متر. 120 هو حساب، 120 هو حساب الطول والعرض تساوي 90. إذا 90 زدنا على 30 راح نحصلوا على 120. هذا هو المعنى ديال عرضه، طول يساوي يزيد عن عرضه ب 30 متر. إذا هذا هو الطول 120، إذا العرض هو 90، 90 زدنا على 30 يساوي 120. إذا طريقة سهلة جدا للحصول على طول زائد العرض، طول العرض. إذن سوف أقوم بإعادة الشرح. إذن لدينا حقل، يجب عليكم أن ترسموا كيف ما في الشكل. إذن المسألة خاصك ولا بد ترسموا رسومات وتحاولوا ديروا هادشي في البغيون باش توضحوا الأمور. إذن ها هو الحقل، المحيط ديالو تقريبا 420 متر، وهنا المعطى هذا الطول يزيد على عرضه ب 30 متر. انتبهوا معايا. إذن دائما نجسد هادشي في دي شيما، طول يساوي عرض زائد 30 متر. هاي
طول يساوي عرض زائد 30 متر. من عرض زائد 30 متر هو الطول، طول زائد العرض في 2، هذه القاعدة العامة، طول زائد العرض في 2 محايد ديال مستطيل، طول زائد العرض في 2 يساوي 420. إذا طول زائد عرض يساوي 420 على 2، إذا طول زائد عرض يساوي 210. إذا للتخلص من 30 متر يجب ننقصها من 210، 210 ناقص 30 تساوي الطول تساوي العرض في 2 تساوي 180. إذا لحصول العرض يجب علينا أن نقسم 180 إلى 2 نحصل على 90، إذا 90 متر خاصة بالعرض. إذا وجدنا العرض يجي سوف نجد بسهولة الطول، إذا سوف نأخذ 210 لأن الطول زائد العرض يساوي 210، 210 ناقص 90 تساوي 120. إذا 120 هو الطول، لماذا؟ لأن 90 زائد 30 يساوي 120. خلينا المسألة طول، تدخل المسألة هذا طول يساوي عرض زائد 30 متر، إذا 90 زائد 30 كم يساوي؟ 120. إذا هذه الطريقة ديال الحل ديال هذه المسائل، ربما تستضفوها في الامتحان المحلي، ولا بحال الطريقة هذه فيزيد مثلا استغلوها في المسائل الخاصة بالامتحانات المحلية ديال المستوى السادس ابتدائي. إذا كان معكم يوسف دلال خلال الشاشة المتميزة جوكوميك تي في للفهم والاستيعاب. إذا سوف أقدم لكم لاحقا مسألة أخرى تتعلق بالحساب.